Hum mm. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم سادتي المشاهدين ورحمه منه وبركاته حياكم الله وبياكم وحلقه جديده من برنامج نوافذ الحياه وحلقه بدايه الاسبوع كما هو سياق المتبع في كل حلقه لدينا مجموعه من الفقرات من ضمن هذه الفقرات هي اليوم الفقره الطبيه في الوقت المتبقي من الحلقه مع جناب الدكتور محمود زنقنا للإجابة على استفساراتكم في مجال الصحة والغذاء بشكل عام فقرتنا الأولى راح تكون معاكم هي حكمة اليوم وحديث مولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه عن الصفح عن ذوي المروءة من الرجال أمام عثراتهم في حياتهم الدنيوية الفقرة اللي بعدها هي فقرة المايك والناس انتقى اليوم زميل عمار غفار موضوع جدا مهم من خلال هذه الفقرة فقرة المايك والناس للحديث عن انتقاء واختيار الملابس والأذواق المتعددة في في اختيار الملابس باعتبار أنها الظاهر ويتعلق بها ليس الشخص بنفسه وإنما المجتمع بأكمله الفقرة اللي بعدها هي فقرة فوائد الموائد راح نتحدث من خلال هذه الفقرة عن أضرار الشيبس أو الشيبس المعروف باللغة الدارجة وأضرارها السلبية على صحة الأطفال بشكل عام دعونا نبدا على بركه الله سبحانه وتعالى اولى فقرات حلقتنا لهذا اليوم حكمه امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه خلينا نتابع حياكم الله مشاهدينا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه لم يترك جانبا من جوانب الحياة إلا وأشار له حديث هذا اليوم يقول فيه الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام أقيلوا ذوي المرؤات عثراتهم فما يعثر منهم عاثر إلا ويد الله بيده يرفعه هذا الحديث يتعلق بالاخطاء لربما التي تصدر من بعض الاشخاص الذين لديهم مواقف طيبه في الحياه. هنا وصف امير المؤمنين ذوي المروءات، فسر البعض من اللغويين على انه هذا المصطلح يعني كمال الرجوله، البعض منهم فسره على انه كمال المروءه والعفاف الزهد، الورع كل هذه الصفات الإيجابية تندرج ضمن هذا المصطلح مصطلح المروءة وعندما شبه بأنه كمال الرجال طبعا هذا الشيء معكوس على الذكر والأنثى باعتبار أنه الصفات الرجولية لا تنحصر فقط بالشخص الذكر وإنما حتى على المرأة باعتبار أنه هذا المصطلح هو مصطلح عام شامل ينطوي تحت الكثير من الأمور الإيجابية فأول هذه الأمور هي الأنسنة أو الإنسانية التي تطغى على تصرفات وسلوكيات الفرد فهنا في بعض الأحيان يصدر خطأ يعني والأخطاء غالبا ما تكون مسوغة أو مبررة سواء عن طريق ظروف معين تسرع في موضع معين سوء تقدير فيجب ان تشاع هنا وهذه الوصايا اللي اوصانا بها الشارع المقدس تسود روح التسامح فيما بيننا فاما ان يبادر الشخص الخاطئ بالاعتذار ويتقبل المقابل ذلك الاعتذار من باب انه يحل نفسه محل الطرف الاخر او الطرف المخطئ ليحسب الظروف المحيطه والتي ادت الى ذلك الخطا. هنا شبه امير المؤمنين بانه الله سبحانه وتعالى يكون مع هذا الشخص تكفيرا لذنوبه او تكفيرا يعني عن خطئه من الله سبحانه وتعالى وتكون يد الله مع هذا الشخص ذوي المروءه الذي قد يخطا في موضع او في موضع اخر. فهنا اليد الالهيه هي كنايه او استعاره عن قدره الله سبحانه وتعالى وحنو الله سبحانه وتعالى ولطف الله سبحانه وتعالى. هذه هي اليد انه بما معنى اليد ان الله سبحانه وتعالى يكون ظهير لذلك الشخص الذي اعتاد على ان يكون يمتلك صفات ايجابيه وله اثر في نفسه وفي المجتمع ايضا. فطبعا هذا الحال انه ينعكس على حتى العلاقات الزوجيه انه في بعض الاحيان يتشبث الزوج بتصرف خاطئ يبدر او يصدر من قبل الزوجه او تتشبث الزوجه بخطا لربما ارتكبه ارتكبه الزوج وبالتالي تزرع في هذه الحياه القدسيه، هذه الحياه الزوجيه المشاحنات والبغضاء فيما بينهم. لكن لو تقبل الطرف الاخر الوضع الذي ادى الى الخطا، فبكل تاكيد سوف يكون التسامح حاضر والموده والرحمه تكون حاضره فيما بينهم. كذا الحال ينعكس بين الاب مثلا والابناء خصوصا انه اذا كانوا يعيشون في فتره المراهقه او في فتره الشباب فيخطا الابن او البنت بهذه المرحله العمريه تحديدا باعتبار انهم لا يمتلكون الخبره الكافيه على اداره الحياه او تخطي المشكلات فيخطئون بدافع الجهل يخطئون بدافع الجهل في اداره المشكله فلربما يصدر حكما وهذا الحكم يكون غير مناسب لحل المشكله. تاتي الملامه والتانيب من قبل الوالدين على ذلك الخطا. بدل التانيب يجب انه اوضح كيفيه التعاطي والتعامل مع المشكلات الحياتيه اللي تواجه الانسان واضع نفسي في موضع هذا الابن في هذه المرحله العمريه هل اني تجاوزت الخطا ام وقعت بذات الخطا، اذا كنت واقع بذات الخطا فبكل تاكيد يجب ان اتقبل آه الخطا الذي صدر من ذلك الابن باعتبار اني كنت في هذه المرحله وعشت هذه المرحله ووقعت بهذا الخطا او مجموعه الاخطاء نتيجه عدم الخبره اللي امتلكها في معالجه المشكلات. فنشوف كثير من ال... طبعا هذه الحاله سائده في خصوصا في اسرنا. انه الاب يؤنب الابناء على اشياء هو ارتكبها في السابق وهذا حقيقه مو اسلوب تربوي ناجع وناجح في حل المشكلات. يجب انه اوظف الخبرات التي اكتسبتها من خلال الاخطاء اللي انا ارتكبتها خلال مشوار حياتي واقدمها على طبق من ذهب الى ابنائي حتى يستفادون. اما اذا كرروا الخطا ولم يدركوا او لم يفهموا تلك الخبرات فايضا يجب انه اخذ بايديهم وادلهم على الطريق الصحيح حتى لا يزاولوا او يعاودوا الاخطاء مره اخرى. كل هذا يجب ان يكون التعامل بدقه وبعيد عن العنف او التعنيف ل. كحكم لعقوبه المخطئين خصوصا ممن هم تحت اجنحتنا او تحت رعايتنا لان الله سبحانه وتعالى هنا امير المؤمنين اراد ان يشير الى قضيه بانه الله المتكبر المتجبر العظيم ذو الهبات هو يغفر الذنب ولا بل ياخذ بيد ذلك المخطئ اذا كان طبعا من اصحاب المروءه اذا كان كفه الخير لديه مترجحه على كفه الشر اذا كان الله سبحانه وتعالى يغفر ويصفح لا بل يساعد ذلك الانسان في تخطي مشكلاته فما هو حالك وانت عبد من عبيد الله لم لا تسامح؟ لم لا تصفح؟ لم لا تساعد المخطئ؟ على ان يعالج خطاه. جميل انه اخواني اخواتي نقف امام ذواتنا يعني هذه ثقافه الوقوف امام المراه وتقمص الـ 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 الشخصيات الثنائيه بيني وبين ما اشاهد من نفسي في هذه المراه اعاتبها احاول ان اصارحها هذه النفس التي انا بحاجه ان يكون هنالك تواصل عيني مباشر بيني وبين نفسي. فافضل طريقه لتجذيب النفس وتقويم السلوكيات لنفسي ان اقف امام المراه واتحدث مع نفسي عن خطا ما ارتكبته، عن قصور قصرته في موضع ما، عن لوم القيته على شخص قريب من عندي مهما تكون مرتبته واني بالمقابل ارتكبت نفس الخطا اللي ارتكبه. فامور كثيره بالامكان انه نصارح بها انفسنا ونشذب انفسنا من الداخل بعدها نعكس ذلك التجذيب لانفسنا على الاخرين. اني متى ما وجدت نفسي مكتمل الاخلاقيات، مكتمل السلوكيات الجيده، فبالتالي بالامكان ان اعكس هذه الخبرات واعكس هذه الممارسات الجيده على الاخرين. فهنا اراد امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه ان تسود المجتمع ثقافه التسامح والصفح عن الاخرين و أن أضع نفسي دائماً موضع الطرف المخطئ كي لا ألومه على خطأ لربما ارتكبته في السابق. طبعاً هذا الموضوع يندرج على صعيد العاملين في المؤسسات الحكومية أو الوظيفية أو الأسرة أو المجتمع بشكل عام. آه العاملين ايضا في القطاع الخاص، نشوف انه دائما آه رئيس العمل او رب العمل لا يصفح عن الاخطاء آه التي تصدر لربما من موظفيه. وبالتالي البعض من هؤلاء الذين لربما آه يخطئون لسبب او لاخر بسبب جهل، بسبب عدم درايه، عدم اكتفاء الجوانب الثقافيه او المعرفيه لديهم. فيبدا باسلوب العقوبات واسلوب التوبيخ واسلوب البعيد عن الانسانيه بدافع التسلط بدافع عدم فهمه لفنون الاداره في كيفيه التعاطي والتعامل مع الاخرين خصوصا على صعيد العمل وبالتالي يكون ذلك الموظف او العامل في تلك المؤسسه ناقم من الواقع الذي يعيش فيه، ناقم من العمل آه الذي يقوم به فينعكس في آه حتى على ادائه. اذا يجب ان يتمتع رؤساء آه الرؤساء بشكل عام، رؤساء المؤسسات او الدوائر بروح القياده لا بروح الاداره النابعه من الاوامر والنواهي. جميل انه نتبع بعض الاساليب الحديثه التي تصب في خانه تفعيل كل الطاقات اللي يمتلكها الموظف او العامل في هذه الدائره او تلك من خلال اعتماد على سبيل المثال تقييم الادنى وظيفيا الى الاعلى يعني ليش دائما احنا كرؤساء في دوائر او مؤسسات نحن من نقيم الاخرين الذين هم دوننا في العناوين الوظيفيه ونحكم ونصدر الاحكام على هؤلاء المساكين وكانه نحن تعاقدنا لشرائهم بكل ما يقدموه لنا من جهد ووقت. اذا كان التقييم من قبل الادنى الى الاعلى يعني الموظف يقيم رئيسه في العمل من خلال مثلا استبانات مغلقة غير مفتوحة بدون ذكر أسماء وتكون هذه الاستبانات بشكل دوري بشكل شهري جميل أنه هذا الموظف يقيم أداء رئيسة بالعمل هذا إلى مدلولات كبيرة حقيقة تصب في خانة تحفيز المنظومة منظومة العطاء داخل تلك المؤسسة من خلال أنه تبعث رسالة إلى الموظف أو الشخص المرؤوس بأنه لديه وجود كيان تعزز الثقة بنفسه له أهمية والدليل على هذا أنه رئيس بالعمل يأخذ رأيه ويعتمد رأيه في تقييمه هو يعني جميل أنه تزرع هذه الثقة بين الأوساط المجتمعية بشكل عام حتى تزداد فعالية العطاء في كل جوانب الحياة نتمنى انه تكون رساله امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وصلت الينا ونفذت الى قلوبنا وكذلك قلوبكم ساده المشاهدين حتى نعمل عليها وبالتالي تسود ثقافه التسامح بين الاوساط المجتمعيه. خلينا ننتقل الى فقرتنا التاليه مشاهدينا احبتنا وهي فقره المايك والناس وموضوع هذه الفقره اليوم عن آه الذوق في انتقاء الملابس خلينا نتابع ونعود وياكم. شكرا لفقرة المايك والناس نعم احنا عندنا بمجتمعنا آه، الملابس هي تغير شكل المظهر فكل واحد يختار ملابسه على قد شخصيته فاكو ناس تختار الملابس على الستايلات تشوف على الموبايلات مثلا على البرامج على التواصل الاجتماعي احنا بمجتمعنا هنا كمنطقة دينية لازم شوية نفقل من ملابسنا فمن ما ناخذ ملابس مثلا مشققة لو ستايل مو حلو مثلا ستايل خارجي او امريكي او هيك في البداية شكرا لفقرة المايك والناس طبعا اليوم موضوعنا على نقول الملابس واختيار الملابس لازم يكون اختيار الملابس حسب ذوق الناس وحسب ذوق المقابل لان مرات البطرون اللي مثل ما نقول شويه مثلا بنقص من جوا او المشخط هذا يكون غير لائق بمجتمعنا احنا اللي حاليا يفضل ان تكون الملابس في اختيار مرتب وحلو لان احنا معرضين الاماكن مثل ما نقول احنا عشائريا يعني اول شيء شكرا جزيلا لفقره المايك والناس بالنسبه لزياره الرجاليه يعني شوف هي الموضه بها عده انواع اكو ناس يعني مدى تفرق انه الازياء واللبس انه كل شيء له لبسته كل شيء له مكانه يعني اكو ناس مثلا مثلا عندها ملابس تلبسها شلون نقول باي مكان اكو هو لو ترجع للاصل هو كل شيء له لبسته مثلا اكو ازياء لبستها رسميه اكو ازياء لبستها كاجوال اكو ازياء لها مكانها وكل شيء لبس بنفس المكان بس بالنسبه لاختيار الملابس يجب ان يكون اختيار الشخص للملابس والهندام ابتعاد عن الملابس الغربيه بما في ذلك الملابس تحتوي على زعوف طبعا بهذا الجيل الجديد وبالنسبه لمراجعه الدوائع الحكوميه او الدوائع الرسميه يجب ان يكون هندام الشخص والشاب الاعاقي يجب ان يقتدى به في هندامه من الملابس الرسمية والابتعاد عن الملابس العادية طبعا بالنسبة لفقعة الملابس يجب أن يكون الاختيار الرسمي الأفضل إحنا يعني شعب محافظ ويجب أن يكون الهندام بأنه قميص رسمي بنطون رسمي الابتعاد عن الملابس يعني قد تكون تحتوي علي زعوف او شيء زين فهذه الملابس تخدش الحياء وطبعا يتعرض للانتقاد والرأي العام <applause> حياكم الله مشاهدينا طبعا الموضوع كلش مهم تحدث بعض الشباب عن قضيه مهمه جدا الا وهو ضروره انتقاء الملابس بشكل يتناسب على حجم المدينة أو المنطقة الجغرافية اللي إحنا نعيش بها يعني إذا كانت المدن تتمتع بطابع إسلامي يجب أن ندقق في انتقاء الملابس هسه هذا ما يعني أنه في المدن اللي ما بها طابع إسلامي أو ما بها أحد المراقد لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أنه نلبس ونرتدي ما نشاء بعيدا عن مظاهر الإسلام ما دام نحن مسلمون ونعيش في بلدان عربيه واسلاميه يجب ان نصدر ثقافتنا فيما يخص ما نلبس حقيقه يعني هذه الازياء والموضات الدخيله اللي ما تتناسب ودين الاسلام الحنيف يجب ان نقف عدها ونراجع أنفسنا بأنه يجب أن نكون مصدرين لثقافاتنا جميل أنه نصدر لهم الأزياء الخاصة بتراثنا ولا نرتدي على ذوقهم يعني في بعض الأحيان أكو بعض الشباب حقيقة يعتبروه جانب من جوانب التطور أنه أنا ألبس ما يعجبني وأكل ما يعجبني وأجلس في المكان اللي يعجبني لا هذه أكو أمور المجتمع بأسرة يشترك بها مو من حقك أنه أنت تكون يعني منفتح مع نفسك إلى هذا الحد بحيث تتعدى على خصوصيات الآخرين يعني هذه السراويل أو البناطيل المحزقة والممزقة و بعض الازياء والموضات اللي ما انزل الله بها من سلطان واللي تتنافى حقيقه ويا عاداتنا وتقاليدنا وتراثنا الاسلامي يجب انه نراجع انفسنا بها وهذا الحديث موجه الى الشباب بشكل خاص عندما ارتدي ملابس يجب انه تتناسب مع رجولتي تتناسب مع مكانتي الاجتماعيه خصوصا خصوصا في المدن الاسلاميه. ان شاء الله تكون رسالتنا وصلت والشباب فهموها ويجب ان يكون انتقاء الملابس بحذر بعيد عن الرغبات الخارجيه او الافكار الغربيه اللي تحاول انه تحتل عقول شبابنا. احبتنا المشاهدين ما زلنا متواصلين ويا حضراتكم وفقرات برنامج نوافذ الحياه خلينا ننتقل الى فقرتنا التاليه. فقرة فوائد الموائد واللي من خلال هذا التقرير راح نتعرف على أضرار الشيبس بالنسبة للأطفال خلينا نتابع وإن نعود وياكم <applause> يحب الاطفال الشيبسي رقائق البطاطس المحفوظه ويحرصون على تناوله بشكل يومي ويجب على الام ان تقلل من تناول الشيبسي لانه يحتوي على كثير من المواد التي تضر بصحه الاطفال لاحتوائه على الكثير من الدهون المشبعه والسكريات والمواد الحافظه والالوان الصناعيه ويحتوي الشيبسي على كميات كبيرة من النشويات والتي تسبب السمنة عند الأطفال وللتعرف على المزيد عن أضرار الشيبسي على صحة الطفل لا بد من توضيح ما يلي أولا فقد العناصر الغذائية في جسم الطفل يحتوي الشيبسي على الدهون والنشويات والتي تؤثر على نسبة الجلوكوز بالدم ويسبب زيادة في الأنسولين ما يؤثر على رغبة الطفل في تناول الطعام، وبالتالي يفقد الجسم الكثير من العناصر الغذائية الضرورية لنمو الطفل، كما يؤثر على كمية البروتينات والمعادن والفيتامينات. ثانياً: التسبب في الإصابة بمرض السمنة. يحتوي على الكثير من السعرات الحرارية التي تسبب في الإصابة بمرض السمنة. كما أنه يحتوي على الزيوت المهدرجة والدهون التي تعمل على زيادة الوزن بشكل كبير بالنسبة للأطفال. الشيبسي يصيب الأطفال بالأزمات القلبية. ثالثاً الإصابة بالأمراض القلبية المبكرة للأطفال. الشبسي يتسبب في زيادة نسبة الكوليسترول بالدم، ما يعمل على التسبب في الإصابة بالأمراض القلبية المختلفة خاصة للأطفال. والوقاية من هذه الأمراض يحتم التقليل من تناول الشيبسي واستبداله بالأطعمة الصحية مثل الفواكه والخضروات. رابعاً الإصابة بأمراض المعدة. تناول الأطفال كمية كبيرة من الشيبسي يومياً يعمل على الإصابة بالكثير من الاضطرابات التي تصيب المعدة والتي تسبب عسر الهضم، كما أنه يتسبب في الإصابة في حالات الإمساك للطفل. لأن المعدة يكون من الصعب عليها هضم الشبسي. خامسا التأثير على الجهاز المناعي للطفل الشيبسي يحتوي على كمية كبيرة من النشويات والتي عند التعرض إلى درجة حرارة عالية ينتج عنها مادة الإجريلاميد وهي مادة سامة تسبب الإضرار بالحمض النووي ما يؤثر على الجهاز المناعي كما أنه يؤثر على صحة العظام والكلى والكبد علاوة على أن هذه المادة يمكن أن تسبب الإصابة بأنواع كثيرة من السرطان. سادساً: التغير في سلوكيات الأطفال. تناول الكثير من الشيبسي يعمل على ظهور الكثير من التغيرات السلوكية لدى الأطفال، مثل الغضب وتقلب المزاج، وهذا بسبب المواد الحافظة والألوان الصناعية التي توجد في الشيبسي. سابعاً: الإصابة بالحساسية. الشيبسي يعمل على الإصابة بأنواع حساسية مختلفة منها حساسية الجلد وحساسية الجهاز التنفسي، كما أنه يسبب في الإصابة بالحكة التي قد تظهر بشكل مباشر على الأطفال. ثامناً: ارتفاع ضغط الدم عند الأطفال. تناول الشيبسي من الممكن أن يعرض الطفل إلى ارتفاع في ضغط الدم، لأنه يحتوي على كمية كبيرة من الملح والبهارات. التي تدخل في تصنيعه والتي تعمل على احتباس السوائل في الجسم رجعنا وياكم مشاهدينا طبعا انا ما اعلق على كل ما ورد بهذا التقرير من اضرار للشبسي على الاطفال واترك التعليق لضيف الحلقه او البرنامج الدائم جناب الدكتور محمود زنقنا مدير المركز الصيني العراقي حياكم الله جناب الدكتور ومية هلا بكم يا اهلا وسهلا حياك الله, الله يسعد صباحك صباح, صباح. مشاهدينا الكرام اهلا وسهلا يسأل صباحكم دكتور تابعت التقرير ملي. يعني ما يؤسفنا انه الام تكون ضعيفه امام متطلبات الطفل وكثير ما انه هنالك رواج للشيبسي وهذه الاكلات الضاره واصبحت عاده يعني لدى الاطفال تناول الشيبسي وبعض الانظمه الغذائيه غير اللي لا ما ما تحتوي على مردودات ايجابيه على صحتهم يعني كيف تتعامل الام وما هو الكلام اللي توجه حضرتك للامهات في الحذر من السماح لابنها بتناول هكذا اطعمه ان شاء الله خير، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وال محمد وعجل فرجهم واهلك والعن عدوهم ومن خالفهم من الجنه والانس اجمعين امين رب العالمين. احنا خلينا نعيف كل اضرار تشبس نجي بس على الزيوت، زيوت المهدرجه. كل اللي سمعناه بالتقرير خلينا نخليه على صفحه ناخذ جزء واحد من, من الماده اللي تمثل هذه الاكلات، نعم ال... الدهون هاي يسمى دهون مهدرجه او دهون مكرره مهم. قد ما تصل هذه الدهون الى درجه الغليان تبدا بالاكسده مهم. تتاكسد تتاكسد يعني شنو يعني تتحول الى جذور حره مهم. جذور حره يعني شنو تتحول الى سموم بمجرد ان يطلع الدخان تشوفين دخان طلع من زيت هذا هنا بدا يتحول الى سموم بالمصانع اللي يسوون تشبس هذا كلهم تريدون يربحون اكيد هم مو مو جايين ترى يردون ابنك نحس عينهم على عليك وقلبهم عليك يردون يسكتون ابنك أه. لا هم يردون يربحون اكيد فمو من غلوه واحده يغلي وشالوه ذبوه لك شو اسمه لا هذا الزيت تشوفه يحترق ويحترق, ويحترق 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 وما يفرغوا ويجيبون يضيفون فوقه كل الدول العربيه ما بيها سيطره نوعيه باوروبا كنا بالمطاعم المطاعم مو المصانع همات تجي الرقابة الصحية نعم تيجي للمطعم تشوف الزيت اللي فريتيرنج اويل اللي هو الزيت ال... التحميص زيت التحميص نعم حتى زيت التحميص يعني اللي اللي يحمصون ب الفينجر البوتيتا هذا يختلف عن الزيت العادي هذا اذا يسموه فريتيرنج اللي هو يتحمل درجات حراره عاليه يلا يتاكسد زين يجون يقيسوا ويجي يطوب يفحص هذا الدم بالجهاز بنفس الوقت يعني يطي هذا هذا الـ الـ الزيت اللي موجود بهذا الجهاز مالت القلي متاكسد لو ما متاكسد متاكسد غرامه تعزيل <applause> هذا بالنسبه هذا بالمطاعم العاديه كيف بعد بالمصانع؟ احنا في انه سموم او يتحول الى سموم هو قاعد لا. يتحول بس يت... قاعد يقول بس يغلي تبدأ عليه عمليات الأكسدة هسه تروح هنا بالو... بالدول العربية كلها بدون استثناء الطب المطعم شو فلافل الدهن مالته أسود فلافل يقلبي باذنجان وما أدري شنو م... كل شيء بي أبو تشيبس هم نفس الشيء معمل تشيبس هم يريد يربح فما يقول لك أنا أجي أقل كيلو تشيبس أو كيلو بطاطا بلا ترزيت ما من المعقول ما شلون راح يربح هذا <applause> فشوفه يغلي وهاي تحول إلى سموم وإحنا نجيب نطل أولادنا زياد المراه تريد تسكت ابنها تريد تشتغل عندها وظائف في البيت عندها دراسه عندها وظيفه عندها طبخ كنيس اعتناء بالاطفال تدريس اطفال التزامات تريد وخاصة خاصة عندها خاصة عندها طفل تريد سكتة تعطيه بس ما تدريش ايش قاعد تدمر هذا الطفل طبعا هي عاده غذائيه يعني الام هي بكيفة هي اللي تدخل الشيبس وهي اللي تدخل المصاصه وهي اللي تدخل الحلويات الى وهي تسكت الطفل هي تعوده على هذا الشيء بدل ما هي تقدر تطيف تعلمه على الفواكه وتجفف له فواكه وتعطيه عصير وتعطيه اكل تعلمه تعلمه على شغلات اللي هي جاهزه فواكه كنت تروح تاخذها من الثلاجه تغسلها تقطعها تثرو ما تعطيها للطفل مالته تشيبس <applause> <جيز تصفيق> جاهز محطوط شيبه <applause> فتحطي له سعر مناسب ما وسعرها ما رخيص بس ما تدري احنا ايش قاعد نسوي قاعد نعلم اولادنا ومجتمعنا للأسف. على شغلات مو صحيحه <applause> وهذه الشغلات المو صحيحه منها يبدي المرض انت تدري اكو طفل انا جابه لي يا طفل عمره ست سبعة اشهر عنده ضغوط ضغط 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 طفل سبع اشهر عنده ضغوط هذا شنو هذا؟ دكتور ناهيكم عن قله المناعه اليوم بعموم الاطفال ما عندهم المناعه الكافيه لمقاومه الامراض، يعني الاسباب الرئيسيه اللي ربما تكمن في ما تفضلت به حضرتك. هو هذا؟ نعم. الانسولين ارتفاع الانسولين يؤدينا الى حامضيه خلايا جسمنا حامضيه خلايا جسمنا يعني مناعه ماكو التهابات امراض انتهت هذه. هسه تقول لي طفل يرضع امه السبب، امه اشتاكل تاكل؟ الام يجي بالحليب. تاكل شيبس يجي طعم الشيبس يجي الحليب مو بس النوع يعني أكيد. أكيد. ترى الحليب اللي قاعد ينتقل ما تاكل مثلا شوف الطفل الام ذا تاكل بقوليات الطفل يتاذى ليش نفس ما موجود بالبقوليات انتقل الى الطفل الطعم والمواد الغذائيه والمواد اللي تأذي المهيجه والمواد المفيده كلها تنتقل عن طريق حتى الحليب. عن طريق الاكلات الحاره وما الى ذلك ف... تنتقل ايضا يعني فاحنا مشكلتنا مشكلتنا بالاب ومشكلتنا بالام هذه المشكله الاساسيه اذا مه. عالجنا هذه المشكله الاساسيه شو سب اوروبا موج... كل اوروبا بدون استثناء ما عليه بامريكا اتكلم عن اوروبا تشوف يوم محدد للطفل ان ياكل الجودس او الحلويات يوم الاحد فقط مه. إلى هذا اليوم ثري يعطوه فلوس بوقتنا احنا كان 10 كرون خمسه و10 كرونات حسب العائله مم. يعني دولار اقل الدولار كانوا يطور روح اشتري لنا روح اشتري ياخذوه للمحل شو يريد يشتري بهذه العشر كرونات بالاسبوع يوم واحد يوم فقط. واحد يجي يقعد هذه يوم واحد صعد عنده الانسولين اكل شيبس اكل جيلاتين كاكاو شنو اللي كان يوم واحد بس باقي الايام كل غذاء صحي بالمدرسه يطول غذاء الصحي وجبه الريوق والغداء غذاء صحي بالبيت غذاءهم صحي زين يجي هنا يعاقب اذا الاب او الام تريد تعاقب الطفل تقول له يوم الاحد ما لك انت جميل هذا المعاقبه مالتهم وتروح تشوف بدون استثناء اطفالهم تربيه سليمه صحيحه صحه وعافيه وما الى اخره انظمه عن الطفل نعم الى حد سن المراهقه مه. وراها بعد ما ما قاعد نحكي، احنا قاعد نحكي على الاساس هذا فشوف غذائهم صحي ماكو امراض ما عندهم الامراض اللي موجوده عندهم ما عندنا شنو اطفال انا يومي جايني طفلين ثلاثه سنتين وثلاثه وست اشهر و... وسنه وخمس سنوات وعشر سنوات بيهم سكر هذا بسبب شعر. اكيد عدم انضباط الاغذيه والغداء. او الانظمه الغذائيه بالنسبه للطفل دكتور اسمح لي انه انوه على ارقام الهواتف مشاهدينا بامكانكم التواصل ويانا والاجابه على استفساراتكم الطبيه وفي مجال الصحه والغذاء بشكل عام عن طريق الاتصال بهذه الارقام واكيد راح يجاوبكم بشكل مباشر جانب الدكتور محمود زنقنا يعني طامه كبرى انه اطفالنا يتنشئون على هكذا انظمه غذائيه خاطئه ومن يساهم في ضمور صحتهم سواء انيا او مستقبليا هم الامهات بالدرجه الاساس نعم فعلا. نعم احنا عندنا شوف الغذاء اساس آه كل شيء. الامام علي سلام الله عليه يقول المعدة بيت كل داء، كافي هذه هذه مدرسه وحدها كافي. <applause> المعدة بيت كل داء. شنو معناه هسه تعال اقعد اكو طبيب روسي سوى بحث عن المعدة بيت كل داء. نعم <applause> مجلد من 17 مجلد كتاب من 17 مجلد. المعدة بيت كل داء. كم كلمة المعدة؟ بيت كل ده أربع كلمات جميل 17 مجلد مؤلف من عنده طبيب مسيحي روسي <applause> يجي يقول لك يختصر لك الطب كله جامعات الطب وكلية الطب وما إلى آخر كله بالبيت المعدة بيت كل ده أني شلون شأكل آكل وشأشرب آكل وش أشرب يتحول أما سموم أما طاقة أما طاقة سلبية أما طاقة إيجابية صحة وعافية بجسمي ترى الامراض جتنا هاي الأيام يعني هال 20 سنه الاخيره أه. وكل ما نتقدم يوم على يوم يعني الامراض اللي هسه عندنا ما كان قبل خمس سنوات أكيد. قبل خمس سنوات ما كان قبل عشر سنوات قبل عشر سنوات ما كان قبل, عشر قبل عشرين سنه وقبل عشرين سنه ما كان قبل خمسين سنه انا كان عندي برنامج ذاك اليوم اعتقد هنا والله ما ذكرت تكلمت عن عن الامراض وكيفيه نشوء الامراض أه. وكيف قاعد تتطور الامراض ترى الانزلاق يصير من يوم آدم عليه أفضل الصلاة والسلام له اليوم كل نفس البشر نفس الشيء بس يصير انزلاق بس تفاوت بالانزلاق نسبة جد سكر يصابون بالسكر ضغط يصابون بالضغط هي موجودة لكن الجلطه القلبية والسكتة الدماغية وقرحة المعدة وهشاشة العظام كلها كانت بها بس يا ترى بنفس الكمية بنفس النوعية شنو كان شلون كانوا يتعالجون يعني معقوله قبل ما كان ايضا نعم ما كان اكو طب قبل هل من المعقول ما كان اكو طب يعني اللي يصير عنده سكر قبل مات اللي يصير عنده سكته قلبيه قبل مات اللي يصير عنده قرحه قبل مات طيب هو كان احسن من طبنا ماكو كان هذه الامراض يتمرض اسبوع اسبوعين يوم يومين يصير زين يرجع يمارس حياته هسه <مه> احنا اللي يتمرض عندنا بعد ما يطيب وهذا كله اكيد بسبب الانظمه الغذائيه المتبعه وما ناكل ونشرب وما ندخل مثل ما تفضلت حضرتك <متحدث> الى المعده خلي نجاوب اول اتصال دكتور ويانا ابو حسين من الديوانيه حياك الله ابو حسين يلا السلام عليكم عليكم السلام والرحمه والاكرام ابو حسين صباحكم الله بالخير والعافية حياك الله نعم من زمان أنا دزيت رسالة بدز على على الفيس الدكتور ما دز للعلاج. نعم عيوني ابو حسين على الفيس قلت لك انا بوكيت على الواتساب الله يبارك بك الله يعطيك الصحه والعافيه ان شاء الله تكون بالف خير على الواتساب اللي نهايته 95 اللي موجود بال بال يعني جميع هم بالفيس موجود هم بالواتساب موجود هم باليوتيوب موجود هذا الرقم دز لي رساله يقول انا المريض ابو حسين من الديوانيه لا يتصل هماتين هم عليه بس يدز على الواتساب واني خادم صغير. بالمناسبه اني اذكر حضرتك يا ابو حسين بشكل جيد احنا حتى نكون نتمتع بمصداقيه ويا حضراتكم. انا عن نفسي اخذت الرقم من الاخوه بالكنترول لكن ما ظهر عندنا بواتساب، هذه نقطه، النقطه صح الثانيه آه يعني, يعني انتظر عفوك فقط كلام خير الله يشهد شد بنتظر ان اني دز لي رساله نعم. لحد الان ما اجتني رساله الرقم اللي وصلنا واللي انطيتوه للأخوة بالكنترول ما بواتساب ما ظهر بواتساب يعني ظهر فقط بالاتصال هذه نقطه النقطه الثانيه احنا دائما ناكد الافضل يا ابو ابو حسين انه جناب الدكتور ده يستعرض الـ 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 الوصفات فيا انه تصير مراجعه الى اليوتيوبات اللي ينشرها الدكتور وممكن انه تسجلون بتأني وممكن انه ترجع الشريط تقدمه فبامكانك انه تستفاد من هذه الوصفات عن طريق متابعتك للمقاطع اللي ينشرها الدكتور محمود زنقنه على اليوتيوب. نشكرك يا ابو حسين وتحياتنا لحضرتك. بس نعم. رقم يعني... مع نعم. بس رقم يعني الدكتور نعم. رقمه رقم الواتساب للدكتور. ممكن تاخذوه من الاخوه بالكنترول نكون بخدمتكم ان شاء الله. نعم. إن شاء الله تعالى نعم دكتور بلد. يعني آه الله يعينكم أكيد كثرة الاتصالات والرسائل والواتساب يمكن ما يسكت عندكم لكن احنا نتمنى من سادة المشاهدين أنه أي وصفة تقولها حضرتك تصير لها مراجعة من قبل المريض على اليوتيوب اللي حضرتك تنشرة وأكيد أنت ما راح تقصر إذا يعني راسلك أحد من المشاهدين أو المرضى استاذ محمد نعم. علي انا دائما اقول الله يقصر بعمري اذا قصر ويا مريض عمرك طويل ان شاء الله الله يبارك فيك الله يعطيك الصحه والعافيه هسه ببرنامج الايران كنت اتكلم هم مالج. قاعد يقول نعم. أنا اكو مرات ياخذون علي نعم. ياخذون علي يقول احنا ببرنامج انت قاعد تطلع نص ساعه وثلاث اربع ساعه خلينا نقول تطلع ببرنامج تقدر تعطينا 40 وصفه 50 وصفه 20 وصفه 30 وصفه زين هسه السؤال كان هذا قلت له ماني أطيب مثلا يقول لي يعني انا عندي هشاشه عظام زين انا قاعد اخذ فصيله الدم والطول والوزن والعمر والامراض والخلط هذا كله أنا لازم اعرفهم من قاعد اشرح لك عن هشاشه العظام هذا راح يصير مرجع لكل كل كل مريض عنده هشاشه عظام مو بس انا فلان مريض تصل عندي هشاشه عظام اقول له روح اخذ فلان علاج لا. انا قاعد اشرح لك شلون يتكون هشاشه العظام وقاعد اشرح لك بنفس السؤال العلاج مالته تنقيه الخلط البرنامج الغذائي شلون فهذا يصير مرجع لمئات لالاف من المرضى يقدرون يراجعوه يبس يكتبها شاشه العظام راح تطلع له وياخذ الوصفه كمرجع اساسي كصدقه جاريه، انا اذكر وصفه واحده او وصفتين او ثلاثه او وصفه فكل مريض راح يسال، بعدين الله يشهد الله يشهد على كلامي احنا قايلين حتى بالواتساب انا ذاكر اللي يتصل نطي نطي حظر، يعني انت الله يشهد ساعه بالثنتين ونص تتصل بي كاميرا واني نايم م -م. شنو يعني 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 بعض ما يراعون الخصوصيه يعني نعم مرات اغلقت الواتساب بس اقول لا هذا تكليف شرعي امام الله عز أزل وجل شجاوي من اني اغلق الواتساب، ناس تسال ناس عندي مر... مراجعين يريدون يسالون ناس ي... يدز لي رساله يريد جواب من عندي وكاتب مخلي بالصوره وكاتب بال شو اسمه يا لا تتصلون هذا خل... مخليه خدمتكم دز رساله وانتظر الرد من 24 ساعه تقريبا طول احنا نرد على الرسائل لما نجيك السرة زين واني خادم وزغ... بالعكس فضل... انت تفضل علي من تسالني بارك الله فيك لان شنو قاعد احصل ثواب من ارد عليك انت بغير دوله او بغير محافظه او بغير مدينه او بغير مكان انا قاعد ارد عليك اني وظيفتي واجبي هذا غير واجبي ان قاعد احصل ثواب براسك قاعد احصل ثواب الله فهذا كم. الشرف الي الله يبارك. بالعكس اذا هو هذا حقيقه الحس الحسيني الحضر آه الحضراتكم دكتور ويانا تسال اخر من الاخ نعم عادل ابو سعد السلام عليكم يا عادل مية هلا عليكم السلام ما أه. الله ياكم وتحيه خاصه للاخ الدكتور الله الرائع الله يحفظك يحفظ الله ويبارك فيه ذخر للناس اجمعين الله يبارك فيك يسمعك الله يبارك. جناب الدكتور وشكرا على هذا الاطراء نعم اطرح مشكلتك الدكتور محمود يسمعك شاكر فضلك صلت الله فضل الدكتور محمود الله يبارك فيك دكتور محمود بلا زحمه عليك عندي زوجتي صار لها اسبوع تقريبا تعاني من جثيان وصداع شديد هي لها اوليات انه كان عندها صفحه بال 12 عولجت ايضا عندها قبلها الاسبوع يعني صار عندها حاله هبوط بالضغط هي عندها هاي الحاله مستمره تتعالج بين فتره فتره لكن هالفتره ما انقطع الصداع ولا انقطع الغثيان يعني رغم انه تاخذ علاج قرحه المعده او ال عشر ورغم انه ضغطها رجعت يعني بالمعدل 13 8 13 7 نعم. نعم شاكر فضلك اذا ممكن حياك الله بس قول لي فصيله دمها شنو اذا تعرفها؟ فصيلة الدم هادي بي آه وزنها وزنها 90 تقريبا 90 آه ماخذي ما لها سونار حصلت مرارة ما عندها مشكلة بالمرارة ما عندها لو ما ماخذ سونار ما ما هاي أول مرة أنا أسمع هذا الإجراء ما 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 آه ما ما منتبه من الناحية من هاي الحقيقة ان شاء الله خير اسمعنا من الشاشه واني بخدمتكم حبيبي تحياتنا لحضرتك الله يبارك الله يبارك الله يبارك, الله يبارك ابو سعد حياك الله ما اعرف اذا اكو اتصال اخر شباب نعم طيب آه يعني يا دوب نجاوب بس على آه الاخ ابو آه سعد آه آه على زوجته لأنه بقى عندنا خمس دقائق دكتور آه تعاني من غثيان وصداع كان عندها مشاكل بالاثنى عشر تعالجت وأيضا هبوط حاد بالضغط الغثيان هبوط الضغط خاصه اذا هبط الواطي يسبب الغثيان فبما ان استاذ ابو سعد يقول أن ضغطها منتظم ما عندها كل شيء نعم. الغثيان ما يجي من قرحة المعدة وقرحة الاثنى عشر ما يصير إلا ما ندر إحنا عدنا احتماليا يسوي سونار يشوف المرارة لأن صداع وياه صداع أما مرارة أو التهاب بالأذن الوسطى يشيك واحدة من هذا نعم عموما خلي نطي وصفة علاجية يستفاد من عدها خلي جزمة يأخذ أكبر النحل نعم. أكبر النحل مقدار حمصه تمضغه اربع مرات باليوم مفيد جدا لها نعم 100 غرام من الكركم اي وقت سواء قبل الاكل او بعد الاكل اربع كل اربع مرات يعني كل ساعات ست ساعات يفضل على معده فارغه قد الحمص يعني مقدار حمصه راس نصف خاشوقه الشعر نعم مقدار حمصه حتى لو اكثر مو مشكله نعم. يقدر ما ما له تاثير جانبي نعم. يقوي المناعه يفيده يعالج لها يفيده للقرح ايضا والتقرحات الموجوده بالاثنا عشر وموجوده بالمعده نعم. ارق السوس اذا ما عندها ضغط يعني إذا ضغطها درن. نعم صحه وهنا <applause> دكتور يعني هذه الامور حقيقه هي تفيد للصحه العامه بشكل عام نعم. اي بالي. ارق السوس جدا مفيد لها نعم. اللي عنده ضغط ارتفاع بالضغط لا ياخذ من عرق السوس نعم. تاخذ عرق السوس تغلي الشوربه يوميه ثلاث مرات تشرب من عنده شمع العسل مضغ شمع العسل uh -huh. يوميا ثلاث مرات اربع مرات مفيد جدا لها مضغ العلك المر او البستج او الكندر او لبان الذكر يسموه uh -huh. جدا مفيد ملعقة او شوية من العلكة تمضغه اربع uh خمس -huh. مرات باليوم مفيد لها المستكي ناخذ المستكي نجيب زيت جوز الهند نسخنه ونذب به نذوبه به وتاخذ ملعقة طعام. Uh -huh. من المستكي او المستكة آه بقلاص ماء ساخن وتشربه بين وجبات الاكل على معدة فارغة جميل. جميل. تبدل الزيوت النباتية مه. الى زيت جوز الهند اي زيت نباتي ما تستخدم زيت جوز الهند تقلي وتاكل وتشرب بزيت جوز الهند يتحمل زيت جوز الهند درجة الحرارة العالية دكتور؟ يتحمل نعم. بلي وافضل وافضل مه. انواع الزيوت نعم يعني للقلي وللطبخ ولجسم الانسان مه. ليش؟ لان يفعل يزود بيوت الطاقة الميتوكوندريا يضاعف يضاعف الانرجي الطاقة بيها زين فيفيدها للمعده، مفيد جدا للمعده يعالج تقرحات المعده. <applause> آه، ال الكندر كل زين، تستخدم الكندر نفسه ال العلش المر، تجيب فحمايه تعلقها اذا عدها هذا بالنسبه اذا <applause> التهاب آه. كان عندها آه براسها وبالاذن الوسطى آه، تخلي الكندر علش المر على الفحم راح يصير دخان بخور مالت الدخان تستنشقه. تتنفسه تستنشقه هذا جدا مفيد لها ان شاء الله شرب تمر الهندي اذا كان عندها مشكله بالمراره ضروري يسووا تحليل التهاب المراره ويسولها سونار او ابو السونار هو با... راح يبين عندها فاذا كان عندها مشكله بالمراره على يوم الاثنين يتصلون بي واعطيهم علاج المراره وانا بخدمتكم ان شاء الله وباعتباري ايضا متخصص في مجال علم النفس بالامكان انه ننصح ابو سعد بأن يأخذ زوجته إلى نزهة حتى تعدل من حالتها المزاجية وبالتالي إن شاء الله يعود بالنفع على حالتها الصحية بشكل عام. الوقت بدأ ينفذ دكتور. نشكركم الشكر الجزيل والثناء الجميل على ما تفضلت به لخدمه مجتمعنا واهلنا وناسنا من هذه الوصفات الدكتور محمود زنقنا مدير المركز الصيني العراقي شكرا جزيلا لكم. الشكر موصول لك ولمشاهدينك حياكم الله. الله الشكر موصول لكم سادة المشاهدين على حسن المتابعه والمشاهده على امل ان نلقاكم في حلقات اخرى من برنامج نوافذ الحياه الى ذلك الحين استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته شكرا لكم دكتور. Mm-hmm. Mm -hmm.